ونعود مشاهدينا هذه المرة لنحلل بشكل أوفى حول تحركات الأسواق العالمية، وينضم إلينا رائد الخضر كبير استراتيجي الأسواق في مجموعة إكويتي. أسعد الله أوقاتك رائد. يعني عم نشوف اليوم الاستدارة والعودة للنطاق الأخضر بالنسبة لتحركات أسعار النفط. يعني برأيك اليوم ما شهدناه من تراجعات، هل هذا يفسر بأنه كانت الأسواق تتوقع المزيد من الخفض من قبل تحالف أوبك بلاس؟ حقيقة سالي، يعني كان في هناك نوع من اللي بنسميه الاندر ويلمنج، اللي هو يعني خيبة امل ضعيفة يعني نسبيا، خلينا نقول في الاسواق، من التوقعات كانت اعلى بكثير فيما يتعلق بتخفيضات اكثر عمقا ويعني ذات ارقام اكبر من تلك التي تم تبنيها. كانت الانظار متجهة الى المملكة العربية السعودية ان تقوم بتخفيض تخفيضات إضافية عن المليون برميل التي قامت به، وأيضا التخفيضات الجديدة للدول الأخرى كانت يعني 900 ألف برميل تقريبا، كانت نوعا ما priced in أو مسعرة في السوق، بالتالي كان هناك نوع من التراجعات. إضافة لذلك نحن لا تزال عندي القلق الناجم عن تراجعات في الطلب المستقبلي، يعني موجودة ومستمرة، وبالتالي عندنا طلب متوقع أن يكون أقل مستقبلا في ظل وجود يعني نوعا ما تثبيت على وضع المعروض النفطي بالتقليصات والتخفيضات الطوعية الأخيرة التي تبنتها أوبك بلس، فذلك سبب الضغط إضافي حقيقة على أسعار النفط بالاتجاه الهابط، وربما عادت للارتفاع الطفيف بعض الشيء خلال تعاملات اليوم. نعم رائد، يعني بعد ما لاحظنا 5 أسابيع من المكاسب للأسواق الأمريكية كانت جني أرباح يوم أمس، لكن برأيك إلى أي مدى اليوم الأسواق توازن ما بين التصريحات التي سمعناها من جيروم باول وترك الباب موارب فيما يتعلق بالسياسة النقدية للفترة المقبلة، وأيضا البيانات المنتظرة من سوق العمل هذا الأسبوع؟ يعني اعتقد الفدرال الامريكي ايضا بيده يعني حلول او محاوله للموازنه دون الوقوع بالدبل ديب، او انه يكون في عندي ركود او كساد حقيقي خلال العام 2024، وبالتالي ضروره تحفيز الاقتصاد يعني مهمه بالنسبه للفدرال الامريكي، وبالتالي سوف يكون هناك تركيز اكبر على البيانات القادمه، على راسها بيانات اللي ممكن تصدر خلال تعاملات اليوم. جيروم باول كان لهجته اقل تشديدا او اقل يعني حده فيما يتعلق بتشديد السياسه النقديه، ممكن انه ذلك زاد من سقف التوقعات انه يكون في عندي في النصف الاول من العام 2024 تحرك نحو تقليص في اسعار الفائده، وهذا من شانه حقيقه انه يحرك الاسواق بشكل كبير جدا. شفنا هذا التفاعل وشفنا هذا القلق من خلال ارتفاعات في عوائد السندات، ارتفاعات في أسعار الذهب، وشفنا كذلك الأمر تحرك في موازين القوى ما بين خلينا نقول الميجا كاب، الشركات الكبرى وقطاع التكنولوجيا، إلى شركات البنوك والجروث ستوكس خلينا نقول في الأسواق، وبالتالي هذا يعطينا أيضا ضمنيا على أنه الأسواق بدأت تؤهل نفسها أن يكون في عنا سياسة نقدية أقل تيسيرا في العام القادم 2024، وبالتحديد ربما قد تكون مبكرة بعض الشيء عن المتوقع من قبل الفيدرالي ربما في منتصف العام 2024. نعم رأي، يعني بما شهدناه خلال عام 2023 يعني وقطاع التكنولوجيا الذي يقود المكاسب، اليوم المستثمر برأيك في إعادة تنظيمه لمحفظته الاستثمارية، برأيك هل قد نشهد فيها نوع من التغيير أو استراتيجية جديدة قد يتخذها في 2024؟ يعني لا أعتقد في تغييرات كبيرة، إنما لا تزال الأنظار متجهة إلى مزيد من الارتفاعات في المؤشرات الرئيسية أو اللي هي تمثل البنش مارك أو المقياس لمعظم المحافظ، وبالتالي نحن نتحدث عن الاس ام بي 500 على سبيل المثال، لا يزال يكتسب بجاذبية في الربع الأول والربع الثاني، وبالتالي تكوين المحافظ الاستثمارية المتابعة أو التي تتابع هذا المؤشر سوف تستمر بنفس البورشن أو بنفس الحصص، ربما أكثر لأنه نحن متوقع
نسبيا انه نقفز الى 4700 بالنسبه لمؤشر الاس ام بي 500 في النصف الاول من العام القادم، وبالتالي الرغبه بالمخاطره في قطاع التكنولوجيا وفي قطاع الاسهم لا تزال قائمه. نضيف الى ذلك امكانيه التحفيز بشكل اكبر اذا فعليا بدأ الحديث عن تقليص في أسعار الفائدة والتسهيل في السياسة النقدية. ربما نشهد أيضا في هذا الانقلاب في السياسات النقدية توجه أكبر، ونحن عم نشهده فعليا على الذهب والكوموديتيز، وبالتالي نحن شفنا ارتفاعات في أسعار الذهب بشكل واضح كأداة تحوطية في الفترة الحالية. يعني ما فيني أبعد عن الذهب وما نذكر هذا الموضوع، يعني بعد ما لمسنا 2100 هل برأيك قد نتجاوز هذه المستويات أيضا في فترات لاحقة؟ يعني أعتقد الووتر مارك اللي رسمها الذهب عند الـ 2140 هي ما هي إلا مستوى سوف يصل إليه مرة أخرى، ويحاول الضغط أكثر بالاتجاه الصاعد طالما المعطيات الأساسية التي سببت ارتفاع أسعار الذهب لا تزال قائمة. هذا الأنسرتينتي أو الغموض أو عدم الوضوح بموعد قيام الفيدرال الأمريكي بتقليص أسعار الفائدة أو خطته لبدء بتسهيل السياسة النقدية أعتقد سوف يغذي مزيد من الارتفاعات في أسعار الذهب، إضافة إلى سيل البيانات الضعيفة اللي ممكن، يعني نحن عم نحاول نشوف أنه هذه القراءات الضعيفة للاقتصادات تظهر يعني قلق بالنسبة للمستثمرين وتزيد من توجههم نحو ملاذات آمنة في تكوين محافظهم الاستثمارية. ونشوف الذهب هو المحرك الأبرز، عم نشوف البيتكوين كذلك الأمر يلعب نفس الدور، بالتالي نحن عم نشوف أنه الذهب يرسم مسارا صاعدا طالما الشروط لا تزال قائمة وانتظار الانقلاب بالسياسات النقدية لا يزال قائم، بالتالي هذا يوفر مزيد من الارتفاعات متوقعة لأسعار الذهب. وأعتقد التارجت القادم أنه نصل إلى 2200 دولار للأونصة. الله يبشر بالخير، ويبدو بأنه الذهب يزداد بريقا يعني خلال الموسم المقبل. صحيح. نشكر ضيفنا رائد الخضر كبير استراتيجي الأسواق في مجموعة إكويتي على كل هذه التفاصيل.